بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر، أهلا وسهلا بحضراتكم. وبما أننا في شهر رمضان المبارك يعني صيام، فهنتكلم عن صيام الطماطم أو صيام أي نبات. ليه بنصومه؟ سواء كان الصيام وهو النبات صغير أو الصيام والنبات كبير. تمام، تعالى حضرتك النبات ده هو، تركز معايا، النبات ده هو عمره كم يوم؟ النبات ده هو عمره 17 يوم تقريبا، يعني احنا صومنا النبات ده هو لا يقل عن 5 أو 6 ايام في ال 17 يوم. وطبعا قبل ما نتكلم على الصيام، لازم عملية صيام النبات او تعطيش النبات لازم تكون مدروسة، مش نصومه خلاص. طب احنا بنمنع المية عن النبات ليه؟ عشان نموته؟ لا، ما ربنا ما جعلش الصيام او فرض علينا الصيام عشان يموتنا، لا، ده علشان يحافظ على صحتنا. تمام، بعد الـ30 يوم ما بتصوم لا تلاقي في بطنك تقلصات، ولا تلاقي عينك مش شايف بيها، بتلاقي فيه عمرة كاملة ربنا اداها كده نتيجة الصيام، عمرة كاملة لجسمك، يعني بتلاقي نفسك ما شاء الله. تمام، ودايما الناس اللي بتصوم كتير دايما تلاقي صحتهم كويسة. تمام، فتعالى للنبات الصغير، احنا بنصومه ليه؟ بنصوم النبات الصغير دهوت حضرتك، لما انا بحط النبات ده هو، تمام، بحط النبات دهوت وافضل احط مية عليه، النبات هياكل هنا ما عندوش مشكلة خالص، الجدر ما يتحركش. تمام، دي حاجة. حاجة تانية، لو في مية كتير هنا، المية دي هتسبب لي اعفان للجذور. خد بالك من القصة دي كويس، المية هتسبب لي اعفان للجذور. تمام، طيب لما تسبب لي اعفان للجذور صح ولا غلط؟ طبعا غلط. طيب يا اجي انا بصوم النبات ليه بقى وهو في الوقت ده هوت؟ اولا لي سببين. السبب الاولاني ان انا النهاردة منعت ده نبات، والنبات كائن حي زيه زي اي كائن حي بالظبط، عنده حب حياة. تمام، عنده ايه؟ عنده حب حياة. طيب انا لو منعت المية عن النبات ده هوت ايه اللي هيحصل؟ النبات عنده حب حياة، عايز يعيش. تمام، النملة قالت ايه؟ قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كل مشكلتها ان هي عايزة تعيش، مش عايزة تموت، خايفة. تمام، طيب النبات برضو بخاف من العطش ولا ما بخافش؟ بخاف من العطش. يعني ايه برضو؟ يعني انا لما اجي عطش النبات ده هو، النبات في جهاز هرمونه هيتحرك ويقول لي الجدر يا جدر اجري، حاول تعمل استطالة، الجدر يبقى ماشي كده ماشي كده ماشي كده في التربة. يبقى انا اول مكسب كسبته ايه؟ ان انا حركت النبات والنبات حرك الجدر بتاعه. طب لما اتحرك الجدر يعني ايه؟ حصل استطالة في الجدر نتيجة عملية البحث عن ايه؟ ها؟ نتيجة البحث عن العناصر الغذائية وعن المية، لان انا اصلا منع المية. اذا فمنع المية ما بيحطلوش عناصر غذائية، حطوا ازاي؟ كنت انا بدوب العناصر الغذائية في المية، يبقى عنده استفاد بان الجدر هيعمل بحث، وبالتالي لما يعمل بحث هيعمل ايه؟ هيحصل استطالة. مش جدر بقى ولا 2 ولا 10 ولا 20، لا، ده مئات الالاف من المجموع الجذري هتعمل لي القصة ديت. هلاقي النبات ابتدى ايه؟ ابتدى عندي يثبت اقدامه. تاني حاجة في القصة ديت، مش هيسيب لي اي اثار للامراض الفطريه. تمام، ننقل على بيت كبير، خليك معايا، ما تروحش لا كده ولا كده. تمام، طيب ده والنبات صغير. تمام، بنصومه والنبات صغير عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الحكايه دي. طيب بالله عليك لازم الصيام برضه يكون مدروس. يعني ايه برضه؟ يعني انا النهارده لما 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 اصوم النبات يبقى اصومه امتى؟ صيام الصيف يفرق عن صيام الشتاء. تمام، صيام الصيف يفرق عن صيام الشتاء، نوع النبات نفسه. يعني في الشتاء ممكن نصومه اسبوع، في الصيف ممكن اخر يوم اخر يومين، على حسب درجة الحرارة برضو عندي. لو درجة الحرارة عالية اكيد مش هقدر اصومه كتير، لو درجة الحرارة منخفضة اكيد هصومه. مدى احتفاظ التربة بالمية، فيه تربة بتحتفظ بالمية زي التربة الطينية، فبالتالي دي ممكن تصوم كتير. تمام، اما التربة الرملية فمتتحمش العطش. تمام، يعني الحاجات ده هي تبقى واخدها في الحسبان. انا البيوت دي عندي مكيفة ممكن اصوم فيها براحتي خالص. تمام، ولكن في بيوت مش مكيفة اكيد فيها مشاكل. تمام، او درجة الحرارة بتاعتها مرتفعة. النبات ده هو عايزك تشوفه حلو ولا وحش، وطبعا هو غير اللي صورنا فيه قبل كده. يعني ده بيت تاني هندخله اهوت ونشوف فيه ازاي نصوم النبات وهو كبير. تمام، او ايه فايدة النبات، تصوم النبات وهو كبير.
زي ما حضراتكم شايفين كده، النبات ده عاجبكم ولا مش عاجبكم مش قصتنا في كتير ولا هيزعلنا في كتير، ولكن ده النبات ما شاء الله تبارك الرحمن لا قوة إلا بالله. طيب النبات ده حضرات بقى إيه ظروفه؟ النبات ده هو كبير، تمام؟ النبات ده إيه؟ النبات ده هو كبير، تمام؟ طيب النبات ده هو كبير زي ما حضرتك شايف كده، زي ما مش عارف أنت شايف ولا مش شايف، زي ما حضرتك شايف كده النبات ده هو كبير. في ناس لما بتيجي تغذي بتفرح بالنمو الخضري وتقعد تدي في مية وتدي في أزوت، تدي في مية وتدي في إيه؟ وتدي في تسميد، تمام؟ طيب لما انا اقعد ادي ميه وادي تسميد ايه اللي هيحصل؟ المجموع الخضري ده هوت هيحصل له هيجان او هيزيد في النمو بتاعه، تمام؟ لما يزيد في النمو بتاعه ايه اللي هيحصل؟ لما يزيد في النمو بتاعه هيبدا المجموع الثمري بقى ده هو، تمام؟ المجموع الثمري ده هوت هيبقى قليل، مش هيبقوا ماشيين مع بعض، هيبقى عندي مجموع خضري كتير كبير. طبعا الحاله دي مش حاصله هنا، تمام؟ هيبقى عندي محصول نمو خضري كبير على محصول زهري مفيش، تمام؟ في الحاله ديت ايه اللي بيحصل بقى؟ في الحاله ديت يا حضرات بيحصل ان لازم اصوم النبات. ليه؟ في نيتروجين وفي سكريات داخل النبات، في نيتروجين وفي ايه؟ وفي سكريات او كربوهيدرات، تمام؟ الكربوهيدرات كلما زادت كل ما زاد التزهير. طب اذا قلت بقى هيقل، اذا قلت بقى هيقل التزهير لان النيتروجين طاغي عليه. فلما انا دلوقتي اقعد اصوم النبات وامسك عليه الميه هوقف النمو الخضري واقول للنمو الثمري اللي هو ده هو يلا يا عم شوف حالك بقى اهو ما شاء الله تبارك الرحمن، هتلاقي في انتظام اهو. يعني ادى كلستر عند حضرتك اهو، شوف معايا ده كلستر، ده الكلستر الثاني اهو، تمام؟ اهو بقيته اهو، تمام؟ لسه بيعقد. ادى الكلاستر الثالث اهو، وادى الكلاستر الرابع اهو، تمام؟ طيب دول اربع كلاسترات، اذا فالدنيا عندي مظبوطة. الدنيا عندي ايه؟ الدنيا عندي مظبوطة. في الحالة ديت ما صومش بقى، لا ادي مية كويسة وتمام التمام. طب لو انا عندي المجموع الخضري هايج كده ومجموع خضري طويل على الفاضي، اعمل ايه؟ اقعد اصوم النبات، امسك الميه عن النبات، امسك الميه عن الايه؟ عن النبات، علشان اعصر النبات. ولما اعصر النبات ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل عندي ان المجموع الخضري عندي هيقل، تمام؟ والعدد الثمار عندي هيزيد، زي ما حضرتك شايف كده. الدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن كويسه جدا. لو جينا لاي نبات هتلاقي فيه المجموع اللي اهو الثمار اهيت ما شاء الله. الكلاستر الثاني اهوت ما شاء الله، كلاستر الثالث اهوت ما شاء الله، كلاستر الرابع اهوت ما شاء الله، الخامس في قمه النبات، والسادس بيحضر كمان في قمه النبات اهوت، تمام؟ يبقى انا كده اموري كويسه جدا والتغذيه ماشيه كويسه. في الحاله دي ما صومش. اصوم امتى؟ لو النبات عندي كلاسترات بتاعته ايه؟ مش موجوده او قليله، او العدد التزهير فيه قليل، فابدا اصوم عشان اقلل المجموع الخضري وازود المجموع الثمري او الازهار. يعني القصه دي مرتبطه برضو بحاجه زي عنصر الفوسفور، يعني تزوده شويه لو انت عندك الامور او امور التزهير بالذات مش كويسه، تمام؟ اتمنى ان احنا نكون استفدنا من معلومه صيام النبات او صيام الطماطم، ايه فوائده وايه المضار اللي ممكن تحصل لو هو مش محتاج الصيام ده هو، تمام؟ شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.